يعني ماكسيم يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك، بتمنى لك كل التوفيق بامسيه بكره. مشاهدينا، من الموسيقى الكلاسيكيه والاوبرا رح نفوت على مطرح ثاني وهو فودكا شوبان، نفس الشيء كلاسيكيه بس هالمره فودكا. كل محبي الفودكا رح ينبسطوا كثير لانه فودكا شوبان صارت موجوده بالاسواق اللبنانيه. كل التفاصيل بهالريبورت. أطلق مؤخراً فودكا شوبان بخلال حفل رائع أقيم بلا مانيانيري، وهو نفس مكان اللي عرف سابقاً بمعمل الحرير. حضر الحفل أكثر من 1000 شخص، استمتعوا بسهرة رائعة تقدمت فيها كل أنواع الكوكتيلات المحضرة بفودكا شوبان ومجموعة كبيرة من المأكولات المميزة اللي بيدخل بتحضيرها فودكا شوبان. بالسهرة تعرف الجميع على كيفية تحضير فودكا شوبان واستمتعوا بعروض فنية رائعة. فودكا شوبان مشهورة كونة مصنوعة من مكون واحد فقط وخالية تماما من مادة الجلوتين، وحازت على الميدالية الذهبية كأفضل فودكا بالعالم من البافريج تيستينج انستيتيوت العالمية. فودكا شوبان متوفرة بثلاث أنواع، وهي البطاطا للشعير والقمح، وهي المفضلة لدى نجوم هوليوود، وبلبنان رح تكون المفضلة عند الزواقة. تشيرز. امتصاص